مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استقرار تام لكل العناصر الجوية بالمناطق الشمالية وحتى الجنوبية. رياح كانت قوية نسبيا نهار اليوم بالنسبة للسواحل الوسطى والغربية، وصلت إلى 50 كيلومتر في الساعة. غدا بحول الله أحوال الطقس المرتقبة حسب مصالح الأرصاد الجوية، ولا جديد يذكر. دائما الوضعية الجوية تبقى مستقرة، أجواء مشمسة صافية تماما بكل ربوع الوطن، لكن بعد تلاشي ضباب كثيف سيكون في الموعد خلال صبيحة الغد بالمناطق الغربية وحتى بالمرتفعات الداخلية الغربية الوسطى والشرقية. بعض السحب ستكون في الموعد فيما يخص منطقة الواحات، أقل كثافة فيما يخص منطقة الثورة. أما بالنسبة للباقي المناطق الصحراوية فالأجواء ستكون مشمسة تماما مع زوابع رملية موسمية فيما يخص الصحراء الوسطى. درجات الحرارة الدنيا مسجلة خلال هذه الليلة والصبح حتى الغد، الدرجة الصفر فيما يخص بتنا، 4 درجات فيما يخص سيارة البيض، قسنطينة الصيف لن تتعدى 7 درجات بالنسبة للسواحل، 9 درجات بالواد بسكرة، 8 درجات بغردايا، 10 درجات بولاية بشار، 13 بيادرا، 14 درجة بإن صالح ولاية تندوف، 13 بتمنى راس الجنات، 16 درجة فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري. عن ظهيرة الغد الحرارة القصوى إذا لتقارب 16 درجة بعنابة سكيدة، 18 درجة بالعاصمة، 19 بتيزي وزو وهران بصغانم، 13 بالجلفة والبيض، 18 درجة بتيارت على مقياس بتلمسان بالنسبة بالمناطق الشمالية، لن تتعدى 20 بشمال الصحراء، 25 درجة بكل من تندوف أدرار وصولا إلى إن صالح لتقارب 31 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. للملاحة والصيد البحري نهار الغد فالبحر سيبقى إذا قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا وخاصة على السواحل الغربية، سرعة الرياح لتقارب 40 كيلومتر في الساعة، 20 كيلومتر على السواحل الوسطى. للإشارة فقط الرياح ستأتينا وفق تيارات شرقية شمالية شرقية على السواحل الغربية ومن شرقية إلى جنوبية شرقية، هذا على السواحل الشرقية. هذه أحوال الطقس هنا بالجزائر. إلى أمريكا الشمالية إن ثلوج ستكون في الموعد بالنسبة لموريال مع درجة واحدة فقط. نيويورك الأجواء مغشاة جزئيا مع 9 درجات، نفس الأجواء بواشنطن مع 12 درجة. الأمطار ستكون في الموعد بميامي، درجات الحرارة القصوى لتقارب 21 درجة. أجواء مشمسة تماما بدالاس مع 20 درجة، نفس الأجواء بكاليفورنيا مع 31 درجة. وفي الأخير مكسيكو الأجواء مغشاة جزئيا، درجات الحرارة القصوى لتقارب 22 درجة مئوية. ختاما شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحيها نهار الغد سيكون في حدود الساعة 7:42. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في خدمتكم. أشكركم على المتابعة في أمان الله.